مرحبا، ممكن ناخذ كل شيء. مرحبا، تبارك الله عليك عبد العظيم، كشكروك مره اخرى. تبارك الله عليك. يعني مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من قلب لاصال ديال عبد العظيم. عبد العظيم رفقي اللي نعرفكم به، فهو بطل افريقيا وبطل دولي سنه 2019. كاس عبد العظيم سنه 2019. فكيف ما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام، فرا كيمارس واحد الرياضه نقدر نقولوا غريبه على الناس اللي ما داخلينش لاصال، ملاكمه الفيتناميه. وهو من خلال هذا المباشر غيحاول يكشف لنا بعض الاسرار، نقدروا نقولوا بعض الاسرار لهذه الملاكمه، ونصيحه للشباب بطبيعه الحال. عبد العظيم خويا، السلام عليكم. مرحبا بك عندنا ومرحبا بنا عندك. قدم لنا راسك باش يعرفوا. معكم عبد العظيم من بين كل فيتنامي يكون قاسي في جانب ما هو تكنيك ما هو كونغ اللي ما سماش بالملاكمة في فيتنامي، يعني تيخدمو بالايدين بالارجل حلبة برينج معروفة صعيبة. بالمناسبة ان شاء الله عندنا واحد البطولة في المغرب اللي نحضرنا حنا باش نديرو تحية للمدينة بإذن الله، عندنا في 11/12 شهر مارس. مرحبا بكم ومرحبا بكم. الله يحفظك. إن شاء الله ونحضرو داكشي اللي كاين. بغيت نسولك، الناس مثلا ملي كيجيو واش كيجيو خاصه على الملاكمه الفيتنامي، ولا كيجيو باش يشقيدوا في لاصال؟ انت كتعرفهم بهذه الملاكمه، كتقول لهم ها شنو فيها شنو فيها شنو فيها، ولا كيجيو كتلقاهم عارفينها؟ مرحبا، تحاول نوضح لكم دابا. دير لي حاجه كتقيد في لاصال، تجيب واحد الذكر ربما انا بخصوص التجربه ديالي. تجيب الدري كيشقيد في لاصال، انه جاي باغي يكون لاصال ولا جاي باغي غريب يفرغ واحد الطاقه سلبيه ولا باش يبدا ملي تيبقى امور اخرى من غير الجيم تدريب ديال البدن، تيبقى امور لا ديسيبلين ديال الرياضه كامله. حنا ما تنديروش الرياضه، الرياضه غير قطاع من بين الامور اللي تندير، يعني تنديرو فن. الا جينا نهضرو على الرياضه يلاه نديرو فيها رياضه، لا غير نجري رياضه، لا حنا الرياضه هي قطاع كل شيء ندير. تيجي واحد الفكر سلبي او لا جاي عدواني او لا لا، تلقى لا ديسيبلين في بلاصه، تلقى التوجه الصحيح، تحاول تلقى راسك مع الوقت تولي كاع تطمح للبطولات اللي تدخل باش يطيح غير الوزن، تلقى راسك تطمح الى بطل المغرب او لا. جاوبتي على سؤالي اللي غنسولك عليه. كنت باغي نقول لك، واش شنو الحوايج اللي كتبغيو تعطيو للشباب من غير انكم ترينيو بهم، انكم يعني تقدر بلا شك ان يدخل عندك واحد كان بلي وتشوف دازو عندك بحال النماذج؟ دابا تدخل على الاقل باش تطيح الوزن، انا بغيت غير الحيد السلبيه باش يدخل ديك الهدف اللي كيدخل عليه كيحققو، من بعد كيولي يطمع كيولي يقول انا حققت الهدف الاول، شنو خاص كيولي يطمع بطولة المغرب بطولة العالم. والرياضة بحد ذاتها انها واحد الوسط اللي هو ايجابي، شحال من واحد عندنا بعدا حنا في الرياضة ناس تلاقاو في ناس خدموا معاهم، ناس مشاو لبرا من طرف ناس في الرياضة، ناس زوجوا من طرف ناس في الرياضة، واحد الوسط اللي هو اللي هو خير الشباب انهم ينقصوا من العزليه ولا شي ما خدامش ويتحركوا للبنديه ان شاء الله ويجيبوا شي. الملاكمه الفيتناميه ما كرهتش انها تدير بلاصتها بهذه العباره في المجتمع المغربي؟ هي دايره بلاصتها في فيتنام في المغرب، ربما اللي معروف بزاف هو جيدو تايكواندو بوكسين. بالنسبه لانواع اللي تعرفوا الفيتنامي او لا الملاكمه الفيتناميه هو غير هو.